يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك كراهة في طلب الدعاء من الوالدين بحكم أن دعوتهما لولدهما مستجابة؟ هو جائز أنك تطلب الدعاء من أي مسلم، لكن كونك تستغني عن الوالدين وغيرهم تتوجه أنت إلى الله هذا أفضل وأخلص في العمل. ثم لا تفهمون أن هذا ممنوع، هذا جائز، لكن كونك أن تتوجه إلى الله تعبد الله، لأن الدعاء عبادة، لا تتكل على عبادة غيرك، أن تدعو الله عز وجل، والله قريب مجيب، فهذا أفضل من أنك تطلب من أحد أن يدعو لك، وإن كان هذا جائزا فالاستغناء عن الجائز أحسن. نعم.